اخوات بارك الله عليكم، نتمنى الخوت تكونوا بخير ان شاء الله. خوتي عندي تقريبا خمسة ديال المواضيع اللي غادي نهضر عليها. غنهضر على واحد الخبر بدا كيتنشر بزاف، يعني شفتو حتى عندي في التليجرام، كيقول بان الموفي ستار غتنتقل من البث ديال الساتليت للبث الارضي. انا غادي نهضر في هذا الموضوع. غنهضر على البيين اف ار، يعني البين بي البنفسجيه اللي كاينه في الاسترا 19.2، واش غادي تفتح بالفوريفر او بالفي اي بي. غنهضر على السكايات شحال ولا الثمن ديالهم دابا وفين غادي يتفتحوا، يعني هنا السيرفر هو اللي مسؤول عليهم. الناس اللي عندهم الاطومو ولا عندهم ستارسات 200 ولا عندهم اجهزه اللي كتدعم الفوريفر اي ام. وبطبيعه الحال غادي نهضر على الخبر الاخير اللي ظهر ودار واحد الضجه، اللي هو واش السيرفر ديال الفوريفر يمكن انه يدار يعني في اجهزه اخرى من غير الاجهزه اللي مسؤوله عليها الكوسات. وبطبيعه الحال الخبر الاخير وهو ديال الفيفاكوم، يعني الباقه الصربيه، يعني كان ظهر هذا الخبر هذا في 3 مارس، يعني في الشهر اللي فات. فكان التردد ديالها اللي هو انا على ما قلت كنت نشرته هنا في التليجرام، فكانوا الترددات ديالها 12616 وكان 12634 وكان 12654 وكان 12673 وكان 12713. بطبيعه الحال السامبورات هو 30000 وكتلعب ما بين الاوريزونتال والفيرتيكال. هاد الباقه كانت ظهرت في 3 مارس، ظهرت بالتجريبي وكانت بطبيعه الحال في اليوتي سات دوبل في 16. فظهرت بالتجريبي شويه شويه، اختفت شويه عاوتاني رجعت شويه عاوتاني بتات واحد شويه غير في حزمه ضيقه. من بعد ولات مشات تقريبا غبرات شي 20 يوم وعاد ظهرت في هذه الاونه الاخيره في الاخر. ولكن للاسف ما شاملاش يعني المناطق كامله، يعني الحزمه ديالها ضيقه. مثلا حنا هنا في المغرب غير الناس اللي في الشمال هما اللي يقدروا يقبطوها، اما اللي في وسط البلاد مثلا مكناس فاس وهذا فخصو على الاقل قطر ديال الساحل يكون من متر متر و20 الفوق عادي يقدر يقبط هذا. وبطبيعه الحال هي مفتوحه على السيرفرات ديال الفانكام والفوريفر ومفتوحه على بعض السيرفرات الاخرى. غادي ننتقل للموفي ستار اللي هضرت فيها في الاول. فالعديد كيقول لك الموفي ستار غتنتقل، فاخوتي هذا الخبر هذا ما كاينش. الموفي ستار مازال في الاسترا، وبطبيعه الحال كما قلت لكم داك الخطره عندها مواعيد رياضيه وكيوجدوا ل 2030. ما كنظنش الباقه غتشهد تغييرات، ولكن باش تغادر يعني القمر ديال الاسترا فاحتمال ضعيف بزاف وما كاينش. لان باش تنتقل يعني من الاسترا للبث الارضي، فاولا الشركه ما عندهاش مصلحه، وثانيا كما قلنا لكم يعني كتوجد للمونديال ديال 2030 وبزاف ديال يعني بزاف ديال الاحداث الرياضيه. وما كنظنش انها غادي تقتصر على البث الارضي، وهي شرات بزاف ديال البطولات ومن بينها البطوله الاسبانيه ودوري الابطال. بالنسبه للخبر ديال السكاي فدابا ولا الثمن، فانا غادي نعطي الثمن وكنعتذر من الباعه. فغيولي يعني بالموقع او بالبانيل ديال مانغو، وبطبيعه الحال ما غاديش يبقى بداك الثمن ديال 280 درهم 270 درهم 250 درهم. فدابا غادي ينزل. انا كنهضر على شمال افريقيا والشرق الاوسط، انا ما كنهضرش على اوروبا لان اوروبا عندهم الاس بي 1. انا كنهضر على شمال افريقيا، غيولي كود عندهم خاص، وهو الا مشيتي عمرتي الفي اي بي او عمرتي تي في سيرفيس اللي كيتسمى تي في سيرفيس، والثمن ديالو غادي يولي ما بين 180 درهم 185 حتى 190 درهم، وكاين اللي غادي يبيع ب 200 درهم. عقلوا على هاد الهضره مزيان. يعني تي في سيرفيس يعني اللي هو الفور ايفر اللي كانت كيتعمر شحال هادي ب 140 145 150 160 ولا غلا لا غلا 170 درهم، وكانت بعض المناطق كانت كتبيعو ب 200 درهم. فدابا غيولي السيرفر كيلعب ما بين 180 درهم 185 درهم حتى ل 190 درهم حتى ل 200 درهم اكثر، لان العمله ديال المانغو طالعه شي شويه. وبطبيعه الحال من هذا الشيء الفريق هو اللي رابح. واللي باغي يتفرج في هاد السكايات يا يعمر هاد تي في سيرفيس او تي في سيرفيس زائد تي في ستريمين اللي هي الابولو. بطبيعه الحال فاش كتسمع تي في سيرفيس راه هو الابولو 145 او الفوريفر قديما، يعني ما يسمى بالفوريفر. حنا غادي نبقاو كنسميوه الفوريفر، يعني تي في سيرفيس هو الفوريفر. بغيتي تتفرج في السكايات الناس اللي عندها
الاتومو جوج او الاتومو العادي او ستار 600، فعليك تعمر تي في سيرفيس كما قلت لكم 185 190 حتى 200 درهم عند بعض الباعه، وتقدر تلقاه بكثر. هذا الا مشى خرج الكود من المانغو. بطبيعه الحال هذا الكود واش كاين في البانيلات الاخرى؟ راه ما كاينش. صافي الخوت، يعني السكايات عندك جوج الاحتمالات باش تفرج لها. بالنسبه للمعالجات الاخرى اللي كتشوفوها مثلا بحال الفيزيو اكسترا، الايكولانك الربعه، الديربي، الديربي جوج زين بليس، ستارسات 70 90 او 70 60، فهادو ما فيهمش لان المعالج ديالهم جي اكس 6621 او جي اكس 6605، فما كيقدش على تشغيل الباقه. فبطبيعه الحال فهو حكرا على الاجهزه ديال الاندرويد بحال ستارسات اكس 2، ستارسات اكس 7، ستارسات اكس 4، ستارسات اكس 1، وكذلك على الاجهزه ديال ستارسات 200 4K والاجهزه ديال الايكولانك اتومو 1 والاتومو 2. هنا فين كتخدم سكايات، وكما قلت لكم الكودات دابا ولاو جوج كودات، يا تعمر الفي اي بي اللي ولا شامل، فهو تبقاو تسميوه الكود الشامل. راني قلت لكم شحال هادي، يعني اللي بغى يرجع للمواضيع القديمه ويستافد يرجع. فالفي اي بي هو الكود الشامل، ومن هنا للفوق راه هو اللي غادي يولي خدام. او ما بغيتيش كنتي مستغني على بعض الباقات اللي كاينه في النايلسات، فغادي تنوض تعمر تي في سيرفيس اللي غادي يطلق لك مجموعه ديال القنوات ومن بينها سكاي. ف يعني تي في سيرفيس ففيه البين بين فرنسيه، راه ما غاديش تبقى في الفي اي بي لان هذا كان غير تيست، كان غير تجريب كيحاولوا يثبتوا. لحد الان مازال فيها بعض الديكالاج، يعني مازال ما مستقراش الباقه البنفسجيه. انا كنهضر على البين بين 1 و 2 و 3 اف ار الفرنسيه. هاد النهار هذا تطلقوا بعض الباقات الترفيهيه في البادر، ولكن ماشي على السيريالات كاملين. فإلا كتلاحظوا فانا ديجا قلتها، ف يعني النسخه 145 فقط تجريبيه، يعني فقط تجريبيه. ولاحظتوا راه شحال من كارطه تحرقات. انا يعني توصلت يعني في هاد السيمانه اللي قبل العيد، ووقفت واحد 3 ايام ديال العيد، فتوصلت بزاف ديال السيريالات اللي تحركوا بزاف بزاف، عدد كبير. اخر واحد هو اللي صيفطتو للقوصات بانه يتحل، لان السيد ما كيستعملش، ربما نسى سهوان النيميريك وتبلوكا. فكيرسلوا لك الرساله الاولى كيقول لك هذا الجهاز راه كيتستعمل واحد المده طويله، واش كتخدمه يعني في اعاده البت. فكيرسلوا لك الرساله الاولى، الرساله الثانيه، الرساله الثالثه، كيبلوكيو لك السيريال، ماشي كيتحرك السيريال، كيبلوكيو لك السيريال. داك الساعه عندك جوج ديال الحوايج، تحاول تتصل بالايميل راني خليته في الموضوع اللي قبل، او تتصل بالميتامانغو.org وكتكتب لهم المشكل ديالك. راه اغلبيه كيتحل، غير هما كيتعطلوا شي شويه. دونك هضرنا على البينبن، قلنا البينبن الفرنسيه راه ما غاديش تكون في الفي اي بي، غادي تكون في فوريفر عادي. غير المساله هي مساله تجريبيه، فغير تثبت الباقه راه غادي تولي خدامه على الفوريفر. غننتقلوا على الخبر اللي ولا داير ضجه في هاد الايامات وكلشي كيسولني عليها، واش يعني السيرفر ديال فوريفر غيتستعمل في الاجهزه. مثال هنا عطاوني بزاف الناس ديال الاجهزه الايكون، يعني الايكون بجميع الانواع ديالو، كاين الايكون العادي، الايكون برو، الايكون بليس، واش غادي تستعمل. كاين الناس اللي سولات على الانيغما، وكاين الناس اللي سولات على بعض الاجهزه. خوتي الشركه يعني ما مرتبطاش ارتباط وثيق، يعني متصله ديريكت بالاجهزه ديال مثلا بالشركه ديال الايكون او الشركه ديال الانيغما، يعني باش تبيع لها السيرفرات. هي مجرد محاوله لي يعني كما وقع الجيت ميديا، يعني الاجهزه ديال جيت ميديا والاجهزه ديال كيفارتي الا تعقلوا عليها، اللي مسؤوله عليها الشركه ديال واحد الشركه اسبانيه سميتها ما عقلتش كيفرا ولا كيفرا بحال هذا الشكل هذا، هي اللي مسؤوله على هاد جيت ميديا وهاد كيفارت. فهادو اجهزه يعني مصيفطه لاوروبا، راه شحال واحد خداهم هنا للمغرب وقع في مشاكل تتحول السيريال شمال افريقيا. فهاد الاجهزه مخصصه فقط لاوروبا، مخصصه لاسبانيا، فكدير فيها الاس بي 1 ديال اسبانيا اللي غالي دابا، راه تقريبا ما بين 490 درهم حتى ل 500 درهم، وكاين اللي كيبيع بقل. فإلا اتصلتي مباشره ب يعني بالوكيل اللي سميتو الدكتور سات الصيني، لان كاين جوج ديال الدكتور سات، كاين دكتور سات الاخ عصام اللي في لبنان، وكاين الدكتور سات الصيني، لان واحد السيد من المانيا
كان عطاني الجهاز جيت نعمرو له بي اس بي 1 ما بغاش يتعمر، فمنين مشى للموقع ديال الدكتور سات الصيني فعطاه الاخر قال له لا، قال له هذا راه كيتعمر بالكود ديال اس بي 1 اسبانيا، عاد عمر له الكود ديال اسبانيا. انا كان عندي غير انا ما انا داك الجهاز ما قال ليش، عطاني السيريال ولكن ما قال ليش راه يعني راه جهاز اسباني. انا درت قلت له دير هذا مبلوكي. ساعه منين تواصلنا مع يعني داك الوكيل الصيني فقال له هذا غادي لاسبانيا وتعمر بالكود ديال اسبانيا. دونك واش يمكن للسيرفرات ديال فوريفر انها تخدم في هذه الاجهزه؟ فبطبيعه الحال كما خدمات في جيت ميديا وفي كيفارس فيمكن لها تخدم في اي جهاز، فقط تعديل على السوفت. وكنظن عندنا واحد الاخ في التليجرام فكيحاول انه يعدل السوفتويرات، فإلا تعدل السوفتوير على الايكون العادي والايكون برو والايكون بلس وكذلك الويغو وكذلك الاجهزه ديال الانيغما فيمكن لك. فمثلا اجهزه ديال الانيغما راه تقدر تخدم فيها، فإلا مشاو داروا شي بلوجين يعني الانيغما راه من السهل الا مشاو داروا شي بلوجين فغادي تخدم بالفوريفر. يعني واش كاين هذه الاحتماليه؟ كاين هذه الاحتماليه. دونك هضرنا على خمسه ديال المواضيع، هضرنا على الموفي ستار واش غتنتقل من البث ديال الساتيليت الارضي فما كايناش هذه القضيه، هضرنا على البين بين الفرنسيه الواحد وجوج وثلاثه اللي كاينه في النايلسات واش غادي اللي كاينه في الاسترا واش غادي تبقى في الفوريفر ولا في اي بي، فغادي تبقى في الفوريفر وفي الفانكام يعني وغادي تبقى في الفي اي بي يعني غتخدم في ثلاثه السيرفرات. سكايات واش غادي اين كود اللي غادي يخدمها؟ عطيتكم سميتو تي في سيرفيس اللي هو كيعوض يعني تقدر تعمر به الفانكام والجي شير والفوريفر. هاد تي في سيرفيس غير هو الثمن ديالو شويه بالنسبه للناس الاس بي 1 فهما مستافدين، يعني مشى عمر مثلا 185 درهم راه مزيانه، ولكن الناس اللي كيعمروا الفوريفر والفانكام فشويه انا كنشوف الثمن شويه مبالغ فيه. بالنسبه لاخر سؤال، واش يمكن السيرفرات ديال الفوريفر انها تخدم في الاجهزه من غير الاجهزه اللي كتدعم الكوسات؟ فبطبيعه الحال نعم تقدر تخدم. الانيغما يقدروا يخرجوا لها بلوجينات جديده، وبالنسبه للايكون تقدر كيخدموا في سوفتويرات يعني سوفتويرات جداد يعني تقدر تولي تخدم السيرفرات الفوريفر. تبارك الله عليكم.